مرحبا. الصور الأكثر انتشاراً اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي كانت لمنى بعلبكة رئيسة قسم الصيدلة بمستشفى رفيق الحريري الحكومي، واللي تسببت على مدى سنين بمقتل مرضى السرطان اللي كانوا عم بيتعالجوا بالمستشفى، وكانت تستبدل الأدوية بأدوية خالصة مدتها لتحقق أرباح من مبيع الأدوية الصالحة لغير مرضى. بالإضافة لصورها، الناشطين كان عندهم حشرية يفوتوا على بروفايلها على فيسبوك ويشوفوا شو كانت تتعلق على صورها وينشروا هالصور ويزيدوا تعليقاتهم على فلسفات منى بالحياة. الخبر الثاني من النروج، لما قرر شخص ينشر صورة على جروب على فيسبوك اسمه الوطن أولا، وهو جروب تهم لاحقا بالعنصرية لأنه العالم بالجروب فكروا أنه الصورة بتفرج سيدات لابسين برقع، بينما بالحقيقة الصورة هي لكراسي فاضية بباص، واختلطت عليهم الأمور لأنه الطريقة اللي اتخذت فيها الصورة بتخدع. وكتب الشخص اللي نشر الصورة شو بيفكروا الناس لما يشوفوا هيك شيء، وعلى ما يبدو كان عم بجرب يختبر العالم اللي اجت تعليقاتهم عنصرية كتير، لدرجة صاروا يتخيلوا انه هالنساء قادرين يخبوا سلاح وقنابل تحت تيابهم او انهم ارهابيات. منشوف كتير اشخاص بحبوا يوقفوا حد المراسل لما يكون عم بغطي حدث كرمال يبينوا قدام الكاميرا، وبيصيروا يعملوا حركات، بس بالفيديو اللي رح نشوفه الحركة كانت لكمة من دون سبب لمراسل عم بينقل مباشرة على الهواء وقائع احتفالات عيد قوات الانزال الجوي بروسيا، وما قدر يكمل رسالته، بس بنفس الوقت ضبط اعصابه، والفيديو حصد مشاهدات كتيرة على مواقع التواصل، واعلن لاحقا انه الشرطة اعتقلت الشخص المعتدي. Это элитные войска, БТВ, их не зря так называют. Моя первые, страна, первые сука, блядь, воздухи, Украину первые... загоня, блядь. Помолчите, пожалуйста. Первые воздухи, первые... Ты будешь со мной, блядь, так разговаривать, блядь, извините. Сейчас пизды получишь, черт. Что хочешь? Извините. Моя страна или... لهون منكون وصلنا لنهاية فقرتنا، اللي فيكن ترجعوا تتابعوها على صفحة ترندز على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على الحسابات اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. أخبار جديد من مواقع التواصل الاجتماعي بنشرة بكره.